اهلا وسهلا بكم، معاكم محمد عبده. النهارده معدنا عن الحديث عن موضوع المعرض الدولي للمخترعين اللي هو معرض الكويت الدولي للرقم 14 للاختراعات بالشرق الاوسط. هنتكلم عنه وبتفاصيل مهمه وبالاسعار عشان تعرف كل التفاصيل عن المعرض وتستفيد منها، ولو ان شاء الله عندك النيه عشان تاخد التجربه فانت الفرصه قدامك. معرض مهم جدا، المعرض ده فرصه لاي حد عايز يدخل ويشارك باختراعه. الاختراع والابتكار اللي انت بتعمله مفيش قيمه ليه غير لما تجرب تنافس. عايز تعرف قيمه اختراعك، نافس واعرف اذا كان ده متميز ولا غير متميز. فرصه جيده جدا، معارض بالذات الدوليه واللي ليها مستوى كبير. المعرض ده يعتبر المعرض الثاني على مستوى العالم بعد معرض جنيف، ويعتبر المعرض الاول في الشرق الاوسط. فرصه جيده، سعره ممتاز، كل التفاصيل اللي فيه مناسبة، حتى اللغة طبعا بتاعته العربية اللي هو طبعا في الكويت، ففرصة كويسة جدا. خليني أكلمك على بعض النقط المهمة قبل ما ندخل في تفاصيل المعرض. احنا قدامنا المعرض ده تاريخه هيبتدي اول يوم فيه يوم 4/2. قدامنا قد ايه؟ حوالي مثلا رينج 5 شهور. كويس؟ 5 شهور دول انت تقدر تحقق فيهم من البداية للنهاية، تحقق اختراع ونموذج براءة اختراع. طبعا هما لما ندخل في التفاصيل هتلاقي هو مشترط وجود محضر ايداع تسجيل اولي يعني، او براءة اختراع. كويس؟ فالنقط المهمة الاولية بالنسبة لي، انت عايز تدخل المعرض فعلا؟ هل انت عايز تشارك؟ ودي اول حاجة. هل انت عندك هدف واصرار انك تدخل؟ لان مش كل اللي بيشترك بصراحة يبقى عنده هدف، للأسف بيخش مش بيكسب، هو عايز يخش وخلاص. في ناس بتبقى يقولك يلا نخش التجربة دي خلاص مش فارقة معايا. لا، وجهة نظري بصراحة علشان ما تضيعش الفرصة اللي قدامك والتجربة اللي بتخدها دي، اللي انت الاول يكون عندك هدف، انت محتاج ايه. المعرض هو هيوفر لك مكان تعرض فيه فكرتك، مقاسه حوالي 2 في 2. كويس؟ عشان تعرض اختراعك هيكون فيه مستثمرين، هيكون فرصة كويسة جدا. لكن انت من الاول لازم تكون محدد هدفك، هل فعلا عايز تجيب وتقدم اختراعك وتلاقي مستثمرين يقابلوا الفكرة وياخدوها منك يشاركوك او تباعها او كذا او كذا او كذا. انت تقيم فكرتك. هل عايز تاخد التجربة عشان تكسب بس ميدالية؟ انا وجهة نظري لا، خلي عندك هدف قبل ما تدخل اي تجربه، زي تجربه المعرض. زي ما بقول لك انت قدامك 5 شهور، 5 شهور فعلا يحققوا، لان عارف في ناس هيقول لي ازاي 5 شهور؟ لا، عايز اقول لك طبعا الحمد لله بدوري كوكيل براءة اختراع ومخترع برضو وبنفذ نماذج، يعني الحمد لله عندي المهارات دي، اقدر احقق ده في اسبوع. اقدر اكتب براءة اختراع واجهزها واسجلها، يعني قول اسبوع اسبوعين قول شهر، يعني تقدر في شهر تسجل براءة اختراع. النموذج هو الاصعب، ممكن ياخد وقت شويه، بس احنا بنتكلم على بروتوتايب يثبت كلامك. عشان اثبت كلامي بعمل ابسط بروتوتايب قدر الامكانيات المتاحه. براءة الاختراع اللي انا بقدمها او التسجيل الاول اللي انا بقدمه بجانب النموذج، اعتقد انا مفيش حاجه عندي ناقصه. في بقى ميزه، او في ممكن نقول مفاجاه كنت انا بلغتكم عنها قبل كده. المعرض تواصلوا معايا، بلغوني ان شاء الله هيكون انا ان شاء الله من الحضور، ومعايا 4 مشتركين كمان عشان يدخلوا معايا المعرض. كويس؟ طبعا ان شاء الله دخلنا مع بعض المعرض مش هيبقى دخول عادي، اكيد طبعا هيكون في اعداد جاي من خبرتي طبعا في المعارض الدوليه. انا فاهم الحمد لله كل معرض بقدم فيه ازاي، بعرض فيه ازاي، هحتاج اعرض النموذج بانهي شكل. ده نفس اختراعك ده بصراحه من خبرتي، يعني نفس الاختراع ده بعرضه في بلد دي بالشكل ده، في بلد دي بلد تانية بشكل تاني. فالحمد لله بقوم بدراسه جيده عشان اقدر اعرف ازاي فعلا ادخل المعرض ده واكون فيه متميز. يعني في معرض دخلته في ماليزيا الحمد لله بفضل الله، كان اول معرض بالنسبه لي قابلت فيه الملك، والملك سلم عليا وافتتحت مع المعرض. هل ده عادي؟ هل انت توصل لكده عادي؟ لا طبعا، فكر
اعداد جيد، خد بالك اعداد جيد، اصرار، عندك عزيمه، عندك هدف اللي انا بتكلم عليه، اللي احنا يكون عندنا هدف. انا طبعا هم على فكره بكلمكم على المعرض، هم قالوا لي اربع اشخاص هيكونوا معاك، وبرضه انا بقول امل ان هم يكونوا اكتر من كده، لان انا في ناس اوريدي كلمتني، انا شايف العدد عدى الاربعه، بعت لهم لسه ما ردوش عليا، بس انا امل ان شاء الله يكونوا اكتر من اربعه. لكن احنا دخلنا في مرحله كده هقول لكم، لان في تسجيل فرصه بسعر قبل الميعاد شويه، يعني عندنا هقول لكم على التفاصيل ان شاء الله واحنا ماشيين. فاول حاجه زي ما بقول لك، المعرض او المسابقه اللي انت بتدخلها دي، اول حاجه تحدد هدفك انت عايز ولا لا، كويس. اول حاجه هي مش مجامله او سفريه رحله، لا انت عايز، وعايز ليه، ايه هدفك. لو عايز تعرض الفكره فبيبقى هدفك لعرض الفكره مختلف عن عرض الاختراع مثلا، مجرد عايز اقدم اختراعي واخد اللي انا شاركت، لا عرض المستثمر حاجه تانية، هتحتاج تجهز دراسه جدوى مبسطه، شويه امور كده ان شاء الله اللي يكون ليه نصيب سفر معايا، او حتى انت لو انت تحب برضه تتواصل معايا ان شاء الله مفيش مشكله، هبلغك بعض التفاصيل اللي هو الاعداد الجيد. حتى انا عندي كورسات في الاعداد للمسابقات الدوليه، كويس. فان شاء الله هيكون في اعداد جيد، هنكون انا متاكد ان شاء الله يعني ربنا يسهلها الحال، هيكون تيم رائع، انا متاكد ان احنا هناخد اول فئات يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب. طيب هدخل بقى ايه في تفاصيل المعرض. اول حاجه هم محتاجين زي ما قلت، محتاجين براءه اختراع او محضر ايداع. تاني حاجه طبعا في اشتراك هتدفعه. هم طبعا ان شاء الله يعني هم مسهلين الامور، يعني المعرض ده بامانه عايز اقول يعني مسهل لك الامور بطريقه رهيبه. اول حاجه هو هيعمل لك الفيزا، كويس، هيعمل هيجهز لك فندق في فطار، يعني الغدا بس ايه مش موجود، وهيجهز لك برضو حاجه صعبه لان انا مجرب السفريات والمعارض، في هيكون في حد هيوصلك من المطار يوديك الفندق ويرجعك، ودي تبقى حاجه بالنسبه لنا، انا ما اعرفش، انا ببقى في بلد غريبه عايز الاقي اي عربيه، عربيات السفر او الانتقالات اللي هي تبقى غاليه في الغالب للاسف، اللي هي بتاعت المطارات دي، فهم هيوفروا لك ده، فسهلوا عليك الامور ويسروا الامور عليك بشكل كبير، حتى قللوا عليك التكلفه. في بقى نقط مهمه لازم تعرفها برضو، اوبشن جميل جدا هم عاملينه، قال لك لو الاختراع في اتنين ممكن يشتركوا، يعني انت ممكن تيجي انت وصديقك مثلا، شريك معاك ممكن يحضر معاك على ترابيزه واحده، هي الترابيزه مقاسها 2 في 2، كويس، فيحضر معاك يبقى انت وشريكك في نفس البارتيشن بتاعك، عرض اختراعك هو معاك. هو حلو جدا على فكره وجود شخصين للاختراع، لان انا كنت بجرب اروح لوحدي بتعب جدا، لان بقف باجي عليا وقت برهق واسيب المكان اصلا واسيب اختراعي واسيب حاجتي، انا زهقت وتعبت من يعني ضغط برضه، انت تقف تشرح اختراعك والكلام ده، تتكلم مع ناس وتقابل ناس، للاسف ممكن تضيع فرص بسبب ان انت ارهقت وتعبت، كويس. دي حاجه. عندنا كمان قال لك ممكن تخلي الشخص صاحب الاختراع الواحد ده هو يقدم بعد كده عنده اختراع تاني، لا ممكن، يعني في حاجات مثلا يقول لك لا اختراع واحد، لا انا ممكن اشارك باختراعين بس هتدفع $250 على الاختراع التاني، ودي برضو حاجه مش وحشه، انت تقدم باختراعين دي حاجه كويس، كويس، وهتدفع $250، انا عارف لسه ما عرفتوش السعر. ممكن تكبر حجم الترابيزه، ممكن حد يعني يقول ايه الفايده، لا انت في حاله ان انت اختراع بتاعك حاجه كبيره او البروتوتايب بتاعك كبير، بتكبر حجم الترابيزه وبتزود بس $250، كويس، لو انت اختراعك يعني ايه كبير شويه او انت عايز عرض يعني اطول شويه. حلوه برضو النقطه دي، ممكن تجيب حد معاك من العيله، دي حاجه كويسه، وتسجله طبعا، بيقول لك طبعا لازم الشخص، انت مش هتجيب اي حد معاك، لا لازم تقول انا هسجل وتسجل اسمه بتفاصيله على الموقع اللي انت هتجيبه معاك. طبعا الفرصه والعرض اللي قدامنا، التسجيل حتى من الان حتى 21 ديسمبر ب $750، ده عرض محدود حتى الفتره دي، بعد الفتره دي بيكلفك $1000. طبعا السعر اللي انا قلته ده شامل زي ما قلت الفندق، كويس، الفيزا، كويس، والتوصيل، الطيران بس هم ايه اللي مش حاطينه من ضمن التكلفه، طبعا بالمعرض بكل حاجه، كويس، شايف يعني عرض ممتاز. انا طبعا عندي تفاصيل اكتر، على فكره عندي جداول، انا ملخص المعرض علشان بس ايه يكون اقدر الم لكم الموضوع كده في فيديو سريع. زي ما بقول لك هي فرصه، وانك انت تحققها مش صعبه ومش مستحيله، ان انت تحقق الموضوع ده مش مستحيل. في ناس عملت معايا اختراعات، سجلت معايا
يعني اكيد الناس من اللي متابعيني دلوقتي عارفين اللي انا بقوله ده، اسبوع اسبوعين يعني 3 اسابيع، يعني الحمد لله اقصى حاجه 3 اسابيع حسب مثلا لو عندي ضغط شغل شويه. اللي اقصده اللي انت تقدر تحقق ده، يعني الموضوع مش مستحيل، ما يجيش حد يقول لا ازاي 5 شهور انا مش هلحق. لا تلحق، تعمل اعداد جيد، تسجل البراءه زي ما قلت، البراءه هم طالبينها ودي حاجه في مصلحتك انت، فتسجل فكره اولا، النموذج تاني حاجه. بعد كده في اجراءات اخرى طبعا من خبرتي طبعا، دي ايه هعلمك بقى واعرفك ان شاء الله، ده هيكون ما بيننا وبين المجموعه ان شاء الله اللي هتشارك معايا، واي حد حتى لو شارك لوحده مفيش مشكله وعايز يستعين بيا انا معاكم ان شاء الله، فرصه جيده ما تضيعوهاش. زي بقول لك ده تاني معرض على مستوى العالم، في ميزه تختلف عن المعارض كلها اللي انا شاركتها حتى اللي هو باللغه العربيه في الكويت. يعني انت مشكله اللغه ولو انت خايف ويعني هتحس انت مش هتاخد راحتك في اللغه الانجليزيه، فده معرض عربي بس تابع لجنيف. طبعا المعارض دي خدها بقى من خبره مني، المعرض اللي انت بتشترك فيه ده بيأهلك للمعارض الثانيه، هيخليك بسهوله تخش جنيف، تخش المعارض الثانيه اللي انت بتسجل بيتكتب اسمك في جداول مخترعين بتتعرف على مستوى العالم، فتقدر تشارك في معارض تانية. انا جالي في معرض ماليزيا دعوة ل3 معارض ببلاش، تخيل. يعني انت لما تروح معرض بتتعرف في معارض تانية وبتقابل، طبعا انا كنت بقابل رئيس المخترعين على مستوى العالم في كل بلد، اللي من الهند واللي من المانيا، كل رئيس هتلاقيه موجود، لازم هتلاقيه معانا في المعرض. كويس انك تتعرف عليه وتتواصل معاه، ده هيأهلك ان انت تخش معارض عندهم، هتخش فرص، هتلاقي فرص كتيره جدا. غير طبعا هم ذاكرين اللي هو في فرص استثماريه، لان بيجي مستثمرين، المعرض كله فوائد كله فرص، لكن المهم انت عايز ايه، حدد هدفك، اختار انت فعلا عايز تحقق حاجه في خلال بعد خمس شهور هتشارك في المعرض، هتكون انسان تاني. انا كانت البدايه زي ما قلت لكم قبل كده، انا شاركت في معارض وبعد كده خلت عندي يعني احساس اللي انا فعلا اللي انا قدمته ده حاجه جيده. ما احنا ما بقاش عارفين لحد ما تقيم الفكره وبشكل جيد، والمعارض هي اقوى حاجه تشوف وبشكل واقعي. ليه بقى؟ لان احنا بيكون معانا مستثمرين ومعانا محكمين، يعني مش المحكم بس بيتحكم فيا ويقول لا الفكره دي مش عاجباني، لا المستثمرين بيأيدوا الفكره او بيستغلوا الفكره للاستثمار. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقطه بس اخيره، لو انت عندك استعداد تواصل معايا بحيث ابلغهم نسجل اسمك، وهبعت لك الملفات اللي عندي اللي فيها بقى تفاصيل صغيره كده كتير من حسابات، يعني لو عايز تزود حاجه عايز وهكذا، في شويه تفاصيل كده فيها ايه جداول كتير ان شاء الله ممكن ابعتها لك. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.